التدابير خاصة باقتراب فصل الشتاء، فهو يخزن الطعام في جسمه لاجتياز الفصل البارد. يتناول القنفذ الكثير من الطعام قبل فصل الشتاء الذي يندر فيه الطعام. خلال فصل الشتاء يتكور القنفذ على نفسه داخل عشه ويبدأ السبات الشتوي بالنوم، وتصبح دقات قلبه أبطأ كثيرا ويبقى ساكنا جدا، ويبقى القنفذ في سباته حتى ينقضي الجزء البارد من الشتاء، وهو يتغذى على الحلزون، البزاق، وجوز البلوط، وحتى الفئران، ويتميز بضعف بصره، لكنه يجيد التسلق والسباحة، وله حاستا سمع وشم قويتان، ومع هذا فهو ليس حيواناً السري.